باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الإصحاح الـ12 من الرسالة إلى العبرانيين من العدد الأول: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ونحاطر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. شفنا في الإصحاح 11 الإصحاح اللي فات على طول سحابة الشهود، شفنا أبطال للإيمان، وهؤلاء الأبطال شفنا إن إيمانهم كان إيمان قوي، إيمان جبار، أبطال إيمان في العهد القديم، وشفنا إزاي إنهم قاسوا من آلام وضيقات وتجارب وأحزان وقتل وموت، لكن كانوا أشداء، كانوا أقوياء، لم ينكروا إلههم. عشان كده بولس الرسول بيقول للعبرانيين اللي كانوا بيقاسوا آلام واضطهادات وتجارب بسبب إيمانهم بالسيد المسيح، طردوا من وظائفهم الحكومية في الإمبراطورية الرومانية، سلبت ممتلكاتهم وأصبحوا في فرقة، تشتتوا الناس اللي أمنوا بالمسيح، العائلات تفككت لأن مش كل العيلة أمنت، فأصبحوا في ضيق صعب جدا. فهنا بولس الرسول بيقول لهم: يا جماعة احتملوا هذه الآلام. بيحسهم على احتمال الضيق والآلام والأحزان والتجارب، وبيقول لهم إن مش أنتوا بس اللي بتكبدوا هذه الأتعاب وهذه الأحزان،
بيقول لهم مش انتوا بس اللي بتجاهدوا، ولكن في قبلكم ناس جاهدت، وفي حاليا ناس بتجاهد، وكمان في ناس هتجاهد. طول ما في ايمان مسيحي يبقى في جهاد روحي، في جهاد. علشان كده بيقول لهم انتوا لازم برضو تجاهدوا زي ما شفتوا ابطال الايمان اللي ذكرهم في الاصحاح 11. فبيقول لهم لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابه من الشهود مقدار هذه محيطه بنا. فهنا عايز يقول لهم انكم انتوا بتجاهدوا، وقال لهم ايه اللي خليهم فعلا او يدفعهم ويحسهم الى هذا الجهاد. قال لهم ثلاث حاجات مهمه. اول حاجه ان احنا عندنا سحابه شهود محيطه بنا، مش احنا بس اللي بنجاهد، في ناس جاهدوا قبلينا واحتملوا قبلينا، في ناس ضربوا وسجنوا، في ناس استشهدوا من اجل الايمان بالمسيح او من اجل الايمان بالله اله العهد القديم يهوه. وطبعا عارفين المسيح هو يهوه بس ظهر في الجسد. فقال لهم ان يعني هذا الجهاد اللي انتوا ابتديتوا انكم يبقى في نوع من يعني مش قادرين ان هم يكملوا، يعني كان وصلوا العبرانيين الى درجه ان هم اصبحوا في تعب ومش شايفين حاجه قدامهم، كان فاكرين موضوع يعني كلها سنه والاثنين والمسيح هيجي والموضوع هينتهي على كده، لكن شافوا ان الالام موجوده، الاضطهادات موجوده، والاحزان موجوده، والتعب موجود الى لغايه امتى. فبولس الرسول حب ان هنا انه يقول لهم يا جماعه شوفوا سحابة الشهود دول، شوف الناس دول جهدوا قد ايه. في ناس قعدوا سنين في جهاداتهم وعاشوا طول حياتهم في حزن وفي ألم وفي ضيق وفي سجون وفي اضطهادات وفي كل نوع من أنواع الآلام والعذابات، مش انتوا لوحديكوا اللي بتتألموا من أجل المسيح. فبيقول لهم في سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. يبقى إذن سحابة الشهود دي بتخلينا ان احنا فعلا نعرف ان احنا في ناس شهدت للمسيح قبل كده، في ناس تمسكت بالإيمان قبل كده، ولا زال الإيمان المسيحي في كل العالم، في شهود أمناء للمسيح، في ناس بتآمن بالمسيح ومن أجل المسيح لا زالت تتألم وتضطهد وتحتمل الضربات والسجون والميتات من أجل اسم المسيح. عشان كده عندنا سحابة من الشهود، والسحابة دي بتكتر يوم ورا يوم. وهنا لما نرجع في الأصل اللغوي لكلمة سحابة نلاقي مش سحابة صغيرة، لا دي سحابة كبيرة قوي قوي، سحابة مغطية السماء كلها، لأن سحابة الشهود الكتار قوي، ودول الحقيقة بيخلونا باستمرار ان احنا فعلا نبص ليهم، ننظروا الى نهاية ايه سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. دول سحابة من الشهود حوالينا فوقينا وتحتينا وبجوارنا وفي كل مكان موجودين، هذه السحابة العظيمة، سحابة أبطال الإيمان. عشان كده يقول ايه لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. يبقى أول حاجة اتكلمنا عن سحابة الشهود، وقال إن فعلا اللي هو بيبص لسحابة الشهود ده واللي فعلا عارف إن الإيمان المسيحي ليه ضريبة، والمسيح ما وعدناش أبدا إن احنا هنكون مرتاحين في العالم، بل بالعكس قال في العالم إيه سيكون لكم إيه ضيق، مش كده؟ ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. بيقول كده لو احنا فعلا بنحط عينينا على هؤلاء الأبطال هنطرح كل ثقل. يعني إيه كل ثقل؟ كل ثقل معناها يعني كل عبء، كل معطل. يعني ايه بالظبط؟ الواحد لما يجي يجري في السباق مثلا، لو مثلا لابس حاجات تقيلة قم ايه يخلعها، مش كده؟ علشان خاطر يقدر يجري. ما الجهاد معناه احنا بنجري في مسيرة الايمان بتاعتنا، بنجري لان فعلا احنا لازم ان احنا نجري ونجاهد، معناها ان احنا مفيش حاجة تعطلنا عن مسيرتنا للسماء، ما فيش حاجة تخلينا، ما فيش ثقل يكون موجود في حياتنا يعطلنا عن الملكوت. ايه الثقل ده يا جماعة؟ ايه المعطلات الموجودة؟ كتير قوي، كتير معطلات خاصة بالجسد. تبص تلاقي الانسان مش قادر يصلي لان جسده تقيل من كتر الاكل والشرب. في ناس عندها معطلات بسبب ارتباطات ارضية
وحاجات مش قادر ان هو يتخلى عنها. ناس مرتبطين بأصدقاء، والأصدقاء دول أصلهم أصدقاء سوء، والقعدة معاهم قعدة فيها نجاسة، فيها شر، فيها نم، فيها زم. عشان كده بيقول نطرح كل ثقل. ايه الحاجة اللي متقلاك ومخليك مش قادر تجري في حياة الإيمان والجهاد الروحي؟ فلنخلع، يعني ان احنا نشيل، نطرح يعني نخلع، يعني نشيل كل حاجة معطلة مسيرة جهادنا. انت عارف ايه اللي معطل مسيرة جهادك؟ كل واحد عارف الضعف والتقل اللي جواه، الحاجة اللي ربطاه بالأرض، الحاجة اللي بتخليه واقف ما بيتحركش، حياته الروحية ما فيهاش نمو. فلنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. يا أصل الناس دول الألام والضيقات والاضطهادات ما خلتهمش إن هم يفكروا في الخطية، يفكروا في خطية، وفي وقت للخطية ما فيش. عشان كده لو إحنا فعلا بنتمثل بيهم مش هنفكر في الخطية. نطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. يعني نحاضر بالصبر، نحاضر معناها يعني ان احنا يعني فيها نوع من ان الانسان ما يسيبش نفسه على هواه، لا يعني يكون في نوع من الاجتهاد في الحياة الروحية. يعني مش عشان خاطر ان انا كسلان بالليل ما صليش، لا، مش عشان خاطر ان انا يعني انام واصحى زي ما انا عايز، ما اقومش الصبح بدري علشان اقعد مع المسيح واتكلم معاه واقرا انجيله واسمعه واتمتع بحضوره. ما هو يا جماعه الموضوع مش موضوع جهاد بس، يعني بيجي لنا اضطهادات من الخارج. ان ما كانش يكون في جهاد في الحياه الروحيه، لو احنا يعني جالنا اي نوع من الاضطهاد او الالام أو الأحزان أو التجارب من أجل إيمان المسيح مش هنحتمل. لكن الإنسان المسيحي من الآن بيعود نفسه إن هو يكون في حالة جهاد مستمر، جهاد ضد الخطية، ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. يا جماعة المسيحية جهاد، صدقوني، لكن جهاد روحي. بنجهد في الصلاة، بنجاهد ضد الذات، بنجاهد ضد الخطية. المسيحية جهاد، ولازم الإنسان يحاضر بالصبر. يعني إيه؟ أصبر في احتمال الألام. الإنسان اللي فعلا عنده صبر يعني معناه إنه يعني مفيش حاجة تقدر إن هي تزعزع إيمانه مهما كانت. شوفوا مثال صبر أيوب. أيوب صبر على آلام وعلى تجارب صعبة. التجارب جات له الأول فين؟ في كل ممتلكاته وفي أولاده وبناته كلهم، وبعدها جات له في جسده أمراض فظيعة جدا جدا. إيه ده؟ لكن يا جماعة الصبر مهم في التجربة. يعني إيه؟ يعني ما جيش كده في نص التجربة أقول يا رب لا، ليه يا رب أنا عملت إيه عشان تعمل فيا كده؟ يا جماعة لازم نحتمل بصبر. الصبر فيه نوع من المصابرة، ان انا يعني فعلا ضيق وبعد كده يجي لي ضيقة تانية. الله، ده انا رب خلاص قلت ان انا يعني الضيقة دي كفاية، وما انت تجيب لي كمان تجربة تانية وحزن تاني وألم تاني. قال انا بديلك الحاجة اللي تخليك انك ترفض العالم وترفض الخطية وتشتهي الملكوت. بديلك التجربة علشان تفكرك باستمرار ببطل هذا العالم. يا جماعة عايز اقول لكم ان التجارب اللي بيديها لنا ربنا دي كلها، والاضطهادات اللي بيجي لنا من الداخل او من الخارج، كلها بسماح من الله علشان نصل الى ملكوت السماوات بسلام. مفيش حاجة تعطلنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. بعدين النقطة تانية بقى غير سحابة الشهود، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله.
ارفع عينيك لشخص المسيح. إن كنا بنتكلم عن أبطال الإيمان اللي احتملوا الضيقات والألام، لكن ما حدش احتمل قد المسيح. ناظرين إلى رئيس الإيمان، ده هو مؤسس الإيمان. إن كان دول أبطال إيمان، لكن المسيح هو مؤسس الإيمان، هو رئيس الإيمان. مفيش حد من الشهداء ولا القديسين نقدر نقول عليه إنه هو رئيس إيمان، لكن المسيح وحده هو رئيس الإيمان ومكمله، يعني بيكمل الإيمان بتاعنا، لأن إحنا إيماننا باستمرار في نقص، لكن المسيح بيكمل هذا الإيمان. فإحنا لو بصينا للمسيح رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح الذي من أجل السرور الموضوع أمامه، إيه السرور الموضوع أمامه؟ هو خلاص نفسي وخلاص نفسك وخلاص نفسك. من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. أمال أنت مش قادر تستحمل الخزي من أجل المسيح اللي احتمل عشانك أنت، أنت مش قادر تحتمل الخزي من أجل خلاص نفسك. هو من أجل السرور الموضوع أمامه اللي هو خلاصك، لأنه ارتبط بحب عجيب بالبشرية مع أنها في الوقت ده كانت ساقطة جدا جدا، لكن احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. وهنا الحتة دي بولس الرسول بيقول لك فجلس في يمين عرش الله عشان يقول لك حبيبي انك انت كمان لو احتملت، لو انك انت فعلا قبلت انك انت تموت مع المسيح وتصلب مع المسيح، هتجلس معاه ايه؟ في عرشه. من يغلب سيجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي إيه؟ في عرشه. يبقى إذن أول حاجة السحابة المحيطة بنا اللي هتخلينا أن احنا فعلا نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمعني حنجاهد. والحاجة التانية كمان ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. الحاجة التالتة يقول كده فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. بيقول إن المسيح احتمل مقاومة من الخطاة. أنت بتحتمل مقاومة من الأشرار. الإنسان البار باستمرار مقاوم من الأشرار، لكن الإنسان اللي نص نص أهو شوية كده وشوية بيرضي كل الناس، مفيش مقاومة، لأن هو ما بيدينش الخطية. الإنسان البار باستمرار بيدين الخطية، عمره ما يجامل على حساب الحق. فإن كان الإنسان ما كانش عنده استعداد من أجل الحق ومن أجل المسيح إن هو يحتمل مقاومة الأشرار زي ما المسيح احتمله، فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. أنا بكلم الناس اللي عندهم مقاومة من الأشرار، اللي بيقاوموا من الأشرار، اللي بيضطهدوهم بيزلوهم بيحاولوا إن هم يضيعوا خلاصهم. بقول لك ما تخافش من الأشرار، المسيح احتمل مقاومة الأشرار علشان إحنا كمان لا نكل، يعني لا نتعب ولا نخور إذا كان في مقاومة من أي جهة أو من أي شخص أو من أي دين. بقول لك ما تخافش من أي مقاومة، لأن المسيح هو اللي هيعضدك، والمسيح اللي احتمل الصليب واحتمل الخزي والعار، وكمان يعني ادالك من خلال الصليب إنك تنتصر على كل شر وعلى كل أيضا مؤامرات الأشرار. عشان كده يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. إلى أي مدى عايزنا نجاهد يا بولس الرسول؟ بيقول في العدد الرابع لم تقاوموا بعد حتى إيه؟ الدم، مجاهدين ضد الخطية. هنا بيتكلم هنا مجاهدين ضد الخطية، وهنا يمكن بيقصد بالأكثر خطية عدم الإيمان، لأن هنا كان العبرانيين بيعرض عليهم إنهم ينكروا المسيح، ينكروا المسيح علشان إن هما ما يموتوش أو ما يذبحوش من أجل اسمه.
بيقول لهم انتوا لسه ما وصلتوش للدرجة دي انكم انتوا فعلا اتعرضتوا او انكم انتوا بذلتوا دماءكم من اجل المسيح اللي بذل دمه على الصليب من اجلكم. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. وانا بقول ان انا لو في وقت من الاوقات اني هيعرض علي ان انا استشهد او اموت من اجل المسيح، المفروض ان انا لا اهرب من تقديم جسدي ذبيحة من اجل المسيح، لانه قدم نفسه لينا ذبيحة، قدم جسده ذبيحة على عود الصليب من اجلي ومن اجلك ومن اجل كل انسان اتمتع بنعمة الخلاص والحياة الابدية في المسيح يسوع. عشان كده احبائي هنا بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، لكن احنا ناخدها بصورة عامة. في ناس جهدت ضد الخطية لدرجة ان هم فعلا سفكت دمائهم علشان ما يرتكبوش خطية. انا مش فاكر اسم الشهيدة دي، لكن انا عارف القصة كويس قوي. كانت مسجونة وحبوا ان هم يقتلوا عفتها علشان عارفين مسيحيين قوي متمسكين بالعفة والقداسة، فجابوا واحد عشان يخطي معاها وهي مقيدة بتقدرش تدافع عن نفسها. فعملت ايه؟ راحت بتطلعها لسانها، وبعدين بسنانها راحت بكل قوتها دست عليه، قطعت لسانها وقذفت لسانها بالدم في وش الراجل ده طبعا، فما قدرش طلع يجري. فلم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. يا جماعة الخطية خاطئة جدا، ومحتاج ان احنا محتاجين فعلا ان احنا نقاوم حتى الدم علشان خاطر فعلا ان احنا ننجو من قصاص الخطية ومن عبودية الخطية ومن خطأ الخطية، لانها خاطئة جدا. عشان كده يقول لك فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، مجاهدين ضد الخطية. الحاجة الثالثة قلنا سحابة من الشهود محيطة ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله، وعينونا تفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة نفسه مثل هذه. دي نمرة ثلاثة، يبقى نمرة أربعة بقى يقول إيه؟ يقول وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. لكن الألام دي أصلها بسماح من المسيح. الضيقات اللي انتوا فيها دي والتجارب اللي انتوا فيها دي، ده تأديب من الرب. إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، يعني الجميع كلهم بيمروا بتجارب وأحزان وألام. لكن لو أنتوا بقى رفضتوا التأديب تبقى أنتوا إيه؟ نغول لا بنون. نغول يعني أبناء غير شرعيين، لكن الأبناء الحقيقيين دول أبائهم بيأدبوهم. الأبناء الغير شرعيين دول ما يعرفوش حتى هما يعني فين طريقهم. إن كنتم بلا تأديب فأنتم نغول لا بنون، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. وبعدين بيقول لهم مثل، بيقول قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. آباءنا اللي حسب الجسد كانوا بيأدبونا، مش كده ولا إيه؟ بس حسب استحسانهم إيه؟ لأنهم ما عايز بيأدبونا علشان ننجح في الحياة الزمنية هنا، يعني عايزين ان احنا ننجح في الامتحانات، نروح الجامعة، نتخرج الى اخر، يكون عندنا مبادئ وسلوكيات كويسة. بيأدبونا حسب استحسانهم. اما هذا فلإيه؟ اما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. فإحنا الله بيأدبنا علشان المنفعة. هو مش بيتكلم عن المنفعة الزمنية، لا، المنفعة الزمنية والأبدية مع بعض. خلي بالكو إن الإنسان اللي بيعيش في القداسة ده إنسان هنا في الحياة عايش في سلام وفي فرح وفي نجاح، وكمان ضامن الأبدية، لأن بدون قداسة لن يرى أحد الرب. فربنا ساعات بيسمح إن إحنا نتأدب بتجارب وآلام وأمراض وأحزان معينة. ليه؟ علشان نشترك في قداسته. كلمة صعبة قوي، مش نبقى قديسين، لا، نشترك في قداسته. لأنه قال كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو إيه؟ قدوس. فعشان كده قال لكي نشترك في قداسته. وبعدين يقول إيه؟ ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن،
وأما أخيرا فيعطي الذين يتضربون به ثمر بر للسلام. بيقول يعني أنتوا بتشوفوا التأديب دلوقتي يعني مش كأنه الفرح كأنه الحزن، لأن طبعا التأديب بيكون فيه ضيقات وألام وأحزان وأمراض وتجارب صعبة، فأنتوا شايفين أنه هو ده للحزن. لكن أنا بيقول لكم الحقيقة دي حقيقة ولازم نعرفها كلنا، أن فعلا اللي بيحبه ربنا هو اللي بيأدبه، لأن التأديب باستمرار الثمر بتاعه إيه؟ يقول لك كده، وأما أخيرا فيعطي الذين يتضربون به ثمر بر للسلام. ثمر بر للسلام، مفيش حاجة هتدي لك سلام في العالم مهما كان اللي الدخل بتاعك ولا القنية اللي عندك ولا السلطة اللي عندك ولا الجمال اللي عندك ولا المقتنيات اللي عندك ولا الرصيد اللي عندك، لكن الحاجة اللي هتخليك انك انت تعيش في سلام هو بر الله، اذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله. ومن ساعات ان احنا منقدرش ان احنا نحصل على هذا البر الا من خلال عصا التأديب اللي ربنا بيسمح بيها لينا في حياتنا. عشان كده الانسان اللي بيرفض تأديب الله بيرفض السلام، ده كل تأديب بيبقى معاه جرعة سلام وجرعة فرح. ربنا من خلال الضيق والألم هيدي لك فرح، لكن كنت انت مش عايز تحتمل الضيق ومش عايز تقبل الضيق بتضيع الفرح. وصدقوني الانسان لما بتيجي له التجربة اول ما يبتدي بيقبلها، الاول لما بيرفضها بيبقى متذمر وتعبان ومتضايق ومش قادر ان هو يفرح ابدا، اول ما يقبلها يبتدي كده لكن الخطوه الثانيه يبتدي يشكر ربنا عليها. هو بقى ده الابن الشاطر اللي يبتدي يعرف ان فعلا لما يوصل للجوع وقال لك انا بهلك هنا جوعا، طب اعمل ايه؟ عارف ان ربنا سمح انه هذا الابن الضال يخش فيه تجارب ضيقات ومش لاقي ياكل، قال لك ايه؟ اعود وايه؟ وارجع الى ابي. ياخد بقى كل البر والسلام والفرح لما يرجع لابوه، وعشرته مع ابوه السماوي ترجع من تاني، والانجيل يتفتح والصلاه تبقى ليل ونهار. عشان كده يا جماعه يا ريت ان احنا نعرف ان كان ربنا بيسمح بتاديب في حياتنا فده للمنفعه، لكي نشترك في قداسته ويعطي للذين يتضربون به ثمر بر ايه؟ للسلام. يبقى إذن نختصر اللي احنا قلناه في أربع حاجات. أول حاجة إن احنا مفروض احنا عايشين في جهاد روحي، والجهاد الروحي ده بولس الرسول بالدافع لهذا الجهاد إن احنا عندنا يعني سحابة من الشهود محيطة بنا بتشجعنا، المسيح رئيس الإيمان مكمله اللي ارتضى أن يعلق على خشبة الصليب واستهان بالخزي والعار من أجل خلاص نفوسنا، وبقول أنتوا تفكروا أو افتكروا في الذي احتمل مقاومة لنفسه عشان خاطرنا إحنا. وبعد كده كمان حاجة رابعة إن التأديب والتجارب دي بتكون علشان نشترف في قداسته وعلشان كمان نتمتع بصبر بر للسلام لإلهنا كل مجد من الآن وإلى بد. آمين.